وادي الفرد التاني. الله اكبر. اهو يا جماعه حصوايه اهي زي ما احنا شايفين. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده في الفيديو بتاعنا هنشوف الزغاليل اللي هي في السلاكه. النهارده ميعاد خروج زغاليل النهارده، وكان في امبارح كان المفروض نعمل معاها ايه. ده اللي هنعمله ان شاء الله مع بعض في الفيديو، عشان كلنا نتعلم ازاي نقدر نحافظ على الزغاليل من عمر اللبا حتى عمر الفطام. على بركه الله بقى عشان ما اطولش عليكم نبدا الفيديو. اول حاجه يا جماعه ان شاء الله هتكلم معاكم فيها اللي هي التواريخ اللي احنا اتكلمنا عليها اللي انا كنت كاتبها، ودي طريقه جميله جدا. لو حابب تنفذها برضو نفذها عندك، هتساعدك كتير جدا في الفرخ وتعرف ميعاد الفرخ. على الاقل نظرك لما يجي برضو على السلاكه كده هتعرف العيون اللي فيها بيض والاسوس اللي رمت حصى داخل السلاكه. طبعا في تواريخ اتشالت اهي، دي كان تحتها زغاليل زي ما احنا شايفين. هنشوف برضو ونبدا ان شاء الله بالقص اللي عندنا ده. الله اكبر الله عز. اول تاريخ ده 18/8، المفروض ان احنا نجيب القص ده كده اهو كده يا جماعه. ادي الزغاليل. انا بكتب طبعا التاريخ اول حصوايه اللي هو الفرد الكبير ده او الزغلول الكبير ده. اول ما الاسود ترمي حصى بكتب التاريخ بتاعها. ادي اهو كده يا جماعه الذكر، وادي النتايه بتاعها اهو الحمد لله. دي الزغاليل ان شاء الله اللي احنا هنطلعها، وزي ما اتفقنا مع بعض وقلنا الزغاليل هتطلع بعد شهر، يبقى هي ان شاء الله كده يدوب بعد شهر باذن الله هتكون كبرت. ده كده طبعا هنشيل بقى التاريخ ده كده، عشان احنا اتفقنا ان احنا الاسوس اللي هي تحتها زغاليل هنشيل التاريخ بتاعها. ده طبعا القص ده حصى بتاعه اتكسر، حصل مشكله، فطبعا هنشيل التاريخ بتاعه اهو. برده انا ماشي معاكم واحده واحده. ودي اسوس اهي التاريخ بتاعه 21. ده هنا مفيش حاجه، ده تاريخ 5. برضه اوريكم اللصوص عشان ايه نطمن للانتاج بتاعنا، او نطمن للزغاليل اللي هي محجوزه بفضل الله، والاحجام بتاعتنا والحمامه بتاعتنا الحمد لله بيور 100%. طبعا احنا اهو ده قص شبابات لسه، طبعا كان خدنا من تحتيه زغاليل اهو يا جماعه شبابات. يعني بص الحجم بتاعه لسه بدا يفور، الحجم بتاعه بدا يعلى شويه اهو، كنت طبعا حاطه اقل من كده بكتير. ننزل بقى كده، ده تاريخ 19، هنشوف ايه الموضوع هنا. بص الزغلول بدأ يطلع اهو، حاول بقى ان انا ايه انا ماسك بيد واحدة اوسع للزغلول بتاعنا كده. نفس الحكاية هعمله مع الحصوات التانية ان شاء الله اهو. اهو يا جماعة دي حاجة أنا لسه والله العظيم لسه شايفها دلوقتي، قلت أعملها معاكم. الزغلول أهو بدأ يطلع أهو، وأدي الزغلول بتاعنا. دي الحصوية الأولى، هي منقرة من هنا كده هسيبها، طبعا هي بتطلع بعدها بتاني يوم نبدأ نشوفها إن شاء الله. وأدي الأسوس بتاعتنا بفضل الله. ده طبعا قص قلش زي ما انتم شايفين كده، ولسه واخدين من تحتيه زغاليل كانت كبيرة. ده يوم 17، ده احنا اتأخرنا فيه كده، وانا المفروض كنت شلتها ونسيتها اهي. تمام، ادي الزغاليل اهي بفضل الله زي ما احنا شايفين. الزغاليل دي كبرت شوية اهي يا جماعة، دي الطيرة وده الذكر اهو ما شاء الله. هنا برضو هوريكم بس فرجة على الأسوس اللي هي هتطلع إن شاء الله الأهالي بتاعتها. تمام، وادي الزغاليل اهي بفضل الله، نفس الحكايه يا جماعه. ادي الزغاليل بتاعتنا يا جماعه اهي، وزي ما عودناكم الدبله بتاعتنا هي موجوده على الزغاليل، وباذن الله الزغاليل كلها هتبقى بالدبله بتاعتنا دي كده. ده الذكر ودي الطيره اهي بفضل الله. ده لسه طبعا زي ما هو مفيش اي حاجه. ده 29، دي الأسوس دي خدنا زغاليلها، والأسوس دي بفضل الله خدنا زغاليلها برضو اهي.
تمام. نخش على هنا، ده 27 كاتبين اهو 27. القصين دول بضوا مع بعض الحمد لله. هنا بقى يوم 19 اهو زي ما احنا شايفين، هنا يوم 23. يوم 19 ده خرج، طبعا بيبقى في تاخير بين القص والقص عشان احنا شفنا في الاول زغلول كاتبين عليه يوم 19، بيبقى فيه برضو في اختلاف برضو في بالنسبه للاصوص. اهي الحصويه دي، بص يا جماعه الفرد ده اهي، الحصويه دي نشوفها كده، معلش الذكر مش مديني فرصه. ده 21، ده 18. 18 ده برضو هنلاقيه زي ما احنا اتكلمنا، احنا كنا نسين التوريخ ده على فكره. الحصوايه لسه خارجه يا جماعه، لسه خارجه حالا. كان انا كنت مهولها شويه اول ما دخلت، فتحت لها شويه وسبتها اشوف هيكمل ولا لا، الحمد لله اهو تمام. ما عنديش مانع بقى يا جماعه ان يبقى القص رايد على حصويه واحده، مش لازم ان انا احضن. لما الزغلول يكبر هاخده احضنه تحت زغليل ثانيه، هتلاقي فرد برده لوحده ونحضنه برده معاه. نخش هنا كده هنلاقي برده هنا كده يا جماعه هنلاقي زغلول واحد اهو تمام، اهو كده برضو عادي مفيش اي مشكله يا جماعه. العين اللي جنبها اهو زغلولين، طبعا وقع من الكاميرا اهو كده يا جماعه بفضل الله. وادي الاصوص الكبيره اهي يا جماعه. العين دي طبعا 27، لسه برضو بدري. وادي الاصوص برضو عشان نشوفها اهي بفضل الله. وادي طبعا هنا في زغليل اهي، نشوف برضو نشوف الاكبر سنا يا جماعه. ادي الدبل بتاعتنا زي ما اتكلمنا، وادي الزغلول بتاعنا ما شاء الله، وادي الفرد التاني الله اكبر اهو يا جماعه. حصوايه اهي زي ما احنا شايفين، زغليل اهي يا جماعه عشان بس تبقوا متاكدين، لسه حتى تحت جناحاتها لسه ما فيش حاجه، لسه الزغاليل صغيره يعني. ده عمر كده 12 يوم تقريبا. وادي الحصى بتاعنا، نغير الطاجن ده ان شاء الله بعد ما نخلص الفيديو وننضف لهم عشان ما نضيعش وقت الفيديو. طبعا الطاجن يا جماعه ما ينفعش يتساب كده اصلا يعني، انا طبعا عشان لسه هنبدا نعمل النظافه فقلنا نعمل الفيديو ده على السريع، ولكن انا ما بسيبش الطاجن ده كده. طبعا الدبل بتاعتنا اهي يا جماعه زي ما اتفقنا اهي، وادي الزغاليل بتاعتنا، وادي الاصوص اللي هي نخش هنا كده يا جماعه. هنا طبعا في زغليل زي ما احنا شايفين اهو، ادي الذكر وادي النتايه. نخش بقى اللي تحت زغليل على طول كده، نشوف القص ده اللي هو برده كان يوم 18، انا شفته بس حبيت برده ان انا اشيل الورقه دي معاكم ان شاء الله. يا جماعة بفضل الله علينا ما شاء الله على الذكر وما شاء الله على النساء. يا جماعة الحمامة بتاعتنا. الفكرة بقى يا جماعة من التاريخ ده ان انا محدد طبعا ميعاد للزغاليل بتاعتي زي ما اتفقت معاكم، وفي نفس الوقت في حاجة مهمة او جرعة للاصوص الكبيرة اللي تحتها حصى وهيفك قبل 3 ايام، لازم اديله طبعا جرعة الفلاجيل، طبعا اهي جرعه الفلاجيل قبلها بثلاث ايام وبعدها بثلاث ايام. طبعا لما بشوف التاريخ اللي هو مكتوب ده ببقى عارف ان انا بحدد قبلها بثلاث ايام ميعاد الخروج بتاع الزغلول بتاعنا، فطبعا بدي الجرعه بتاعتنا للاصوص بتاعتنا. عشان ما اطولش عليكم نشوف بقى نعمل ايه. طبعا الفلاجيل ده يا جماعه لا غنى عنه في المكان بتاعه، ده مهم جدا للاصوص زي ما اتكلمنا. ادي كده بسحب سنتي واحد بس، وادي الصمت بتاعه بتاع الفلاجيل تمام كده يا جماعه. امسك برده نفس الحكايه الطيره، هنديها برده سنتي اهو. طبعا انا مش هعمل كده مع الاصوص كلها، انا هقول لكم انا هعمل ايه دلوقتي بس معلش عشان كلنا نستفاد مع بعض. اهي كده برده بديها مباشر كده
انا هدي دلوقتي يا جماعه جرعه جماعيه. طبعا انا معطش الفلاجيل بالذات لما تدي له اللصوص طبعا لازم تعطش، لان طبعا الفلاجيل مر على الحمام بتاعنا. فانا معطش دلوقتي حوالي ساعتين طبعا عشان العدد عندي كتير مش هقدر ان انا الف على اللصوص كلها وامسك فرد فرد. انا بتكلم لو انا عندي العدد قليل ممكن اعمل كده يبقى افضل برضه. كده بنكون هنا الفيديو بتاعنا معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه ودعم لي ودعم للقناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.